السلامة، شنو احوالكم؟ انا بشرى. اليوم باش نحكي لكم على خمسة افلام وخمسة كتب، وباش نقعد نحكي في صح خاطرني باش نحكي لكم اليوم في خمسة دقائق. ليتس جو. الكتاب الاول هو ذا كايت رانر باي خالد حسيني، اللي هو انا طاغ اللي عجبني برشا 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 برشا. قريت له كتب اخرين تحفين على الاخر كيما 1000 سبلندد سانز، كتاب اخر تحفون على الاخر نسيت شنو اسمه. هاي ام دايجرس، باش نحكيو على كتاب هذا ذا كايت رانر باي خالد حسيني. هي حكايه تصير وقت سقوط الافغان موناركي في افغانستان، وهي قصه اميتي ما بين دو زونفون فاش الفا ايفولوي دون لو طون. ما جبله كل ما تقال في كتاب قطع القلب. يا فور يو 1000 تايمز اوفر، اتس ا فيري هارت بريكنج بيوتيفلي هارت بريكنج بوك، ريد ات. سكند بوك هو ذا بورتريت اوف دورين جراي تاع اوسكار وايلد. الكتاب هذا يعجبني على الاخر، وان اوف ذا ليست بينفول كلاسيكس تريد. البلوت نتاعو توستد على الاخر، حاجه فيلوسوفيك تخليك تخمم. او ميم طون لانجوج نتاعو خفيفه ومزيانه تقرا في ساعه. دايوغ شوفوا قداش عندي كوتس فيه. ثالث كتاب هو Gone Girl by Gillian or Gillian Flynn. I don't know how she pronounces her name. There's a movie زادة and I like both. هي حكاية امرأة هربت من الدار، ومش بشي نقول لكم أكثر من هكا باش ما نسبويلي لكم. شو ديجا ظهري اللي فات اللي قلت لكم اللي هي هربت من الدار سبويلر. انت حبوا التشويق والإثارة والإنفستيجيشن والمردر والديسابيرين. This is the book slash movie for you. الرابع كتاب هو Call Me By Your Name تاع أندريا سيمون. الكتاب هذايا إذا كان تبعتوا ستوري متاعي في الانستغرام راكم تعرفوا اللي أني حكيت لكم عليه مطولا، ولأني كل ما نمد نقرأ نصوره لكم. ولي نحب 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 برشا الكتاب هذا. فرانشمون الحكاية من أرى ما قريته من أرى ما فرش The Romance Between Two Boys. أني علاش عجبتني برشا على خاطرها نستوار في صارت في ساعة وفات في ساعة، معناها زوج من الناس حبوا بعضهم وعاشوا المحبة هذيك دون لو بريزون. ومن بعد peu importe شنو صار من بعد، معناها even though the end was heartbreaking، خاصة في الفيلم. الكتاب تواصلت شوية من بعد تالي الحكاية، أما أني حبيتها خاطرها كانت dans le présent dans le moment، une histoire de désir une histoire de passion وكها very beautifully written. فما دي passage نقراهم بثلاثة مرات. خامس آخر كتاب حطيت وذاع العين باش ما تقوليش فيهم الكود بالانجلي، إي أبخي متاك يوم يسو ما فيناش تظهري شكون ما قراش يوم يسو. أني بالنسبة ليا إي أبخي من أحسن الكتب نتاعو. It's a thriller، I love thrillers. مشوق على الاخر اللي قريته في النهار خاطر الاحداث نتاعو متسارعه، وانت تحب تعرف شنو باش يصير على الشخصيه ديك شنو ما قالها في الاخر. دونك تقراه في سان بلس يومي يكتب سمود على الاخر ما تتعطلش وانت تقرا فيه. بلس سي اون استوار ريال افيك اون اكسبليكاسيون فانتاستيك، دونك مزي جابي الواقع والخيال. اقراو اي ابري نتاك يومي سو ويكا ذا موفي. باش نبداو بفيلم امريكان سايكو اللي هو فيلم قديم. اني عجبني على الاخر علاش؟ خاطر اني سي اون بيرسون اللي نحب لي سيكولوجي ونحب زاد الكرايم ستوريز. دونك في الفيلم هذا لقيتهم الزوز ديجا hands up to the lead actor على خاطر he nailed the role. ما تنجمش انت تفرشي في فيلم American Psycho ما تنجمش تخيلوا في حتى اول اخر بالحق كان تحبوا وتفهموا twists of the human mind وكيفاش ان بيرسون توصل تقتل اكسيتيرا. فرجوا في American Psycho and by the way اللي بازي سوغ عن ليفغ اللي ما قريتوش. الفيلم الثاني هو Suicide Squad. I think this movie is receiving some hate. اني عجبني شوفوا اللي فيه مساج powerful على الاوتسايدرز والعباد اللي نحبسوهم والعباد اللي بعدهم علينا خاطرهم ديفيرون. اون بلوس فيه ويل سميث اند مارجريت روبو، واتس نوت تو لايك. ثالث فيلم هو الجنه الان اللي هو فيلم سناو فرانكو جيرمانو نيرلاندو باليستينيا. هي حكايه سعيد وخالد اللي هما زوز اصحاب كبروا بعضهم في نابلس، ومن بعد ايزيتي ركروتي باش يعملوا عمليه تفجيريه انتحاريه في تل ابيب يظهر لي، واحنا باش نعيشوا ذير سبوزدلي لاست دايز توجذر. عجبني الفيلم خاطر ايلوستر لا ريزيستانس في فلسطين. كومون الي في جيرت عبيد في عمر سعيد وخالد. رابع فيلم هو فيلم تونسي اللي هو فيلم منموتش ولا ميل فاي نوري بوزي. رش الفيلم هذايا وين تبريميرت في 2012 وعجبني على الاخر. هو حكاية زوج نساء بعد الثورة، واحدة متحجبة واحدة لا، وستراجلز they go through في حياتهم في خدمتهم في دارهم عائلة. اخر فيلم هو بتبيع كومي بايور نايم. حكينا على الكتاب عشان ما حكيوش على الموفون. شمو عجبني الفيلم خير على خاطر حاجة برك اللي هي the end. As heartbreaking as it was, I preferred the end of the movie. عجبتني الحكاية وهي قصيرة، الحكاية وهي جوست في السير. الممثلين اللي في الفيلم برا تفرش في الفيلم they're so effing hot. كاو
هذا اليوم شنو جبت لكم معايا. اذا كان قريت واحد مكتوب انهم تفرجت واحد مكتوب انهم وتحبوا نحكيوا فيهم don't forget to leave a comment below. كان عندكم suggestions ولا اي حكايه زاده اخرى قولوا لي. اذا كان عجبكم سو تيب دو فيديو زاده قولوا لي اني تنحط لكم التريلرز و description box below. دونك ما تنساوش باش تديروا ليها وتلقاو فيها زاده السوشيال ميديا نتاعي so follow me. ونتلاقاو قريبا جدا ان شاء الله في فيديو اخرى. بيزو باي باي.